برضك مش عايزين تقولوا هادي ولد العيوطي فين؟ والله العظيم احنا ما نعرف هو فين. هو جاله مكالمه وقام خلع، اكيد حد قال له ان انتوا جايين. طيب يا خال، احنا نجيبهم وينورونا هناك لحد ما هادي يظهر. يا سلام، يعني انتوا هتاخدونا كلنا عشان خاطر هادي؟ معززين مكرمين منعمين لحد ما ولد العيوطي يجيب. طب انا هقول لحضرتك على فكره حلوه، ايه رايك تتفضلوا انتوا دلوقتي بالسلامه وانا هقلب الدنيا وهجيبه لك لحد عندك. ما اضمنكش. معاك حق. طب ايه رايك عشان تطمن ان انا هجيبه لك تاخد علاء ده معاك ضمان. ايه ده وهدير؟ ايه ده؟ ايوه صح، خد علاء وهدير، ويا سيدي لو ما جبتلكش هادي يبقى اعمل فيهم اللي انت عايزه ان شاء الله تموته. لا يا يوسف، محدش هيتحرك من مكانه، ما تخلاش تيب على الناس بقى. يلا واعر جوي، ما يغركش البدله والحركات دي، ده انا مهزق، انا عصب. والله عصب ومهزق جوي. اسكت احسن لك يا علاء. اسكت انت يوسف، انا عارف الاشكال دي كويس، ما تجيش غير باللب. والله يا براوه عليك، احنا فعلا الاشكال ما بتجيش غير باللب. شفت جاب ورا ازاي؟ دندراوي، لملي كل الرجاله وسيبوا الحريم، والعصب ده ما يجيش على رجليه. لا ابن عم، ما بحبش تمييز، انا هاجي مع الشباب. يجي في شويه. لا شوال هنا. انا كنت بجرب حاجه. لا يا علاء انت ايه السرعه دي وانت بتزقني؟ استنى. طيب يلا يا مسؤول، يلا يا رياسه، يلا يا فرفوش، يلا يلا ياك. في يا استاذ منيع، انت مش قلت سيبوا الحريم وخدوا الرجاله؟ هو دي حريم بتقول؟ يبقى هاتوا احتياطي. لا يا استاذ منيع، ما يصحش كده، دي مش شهامه وجدعانه ولاد الصعيد. صح كلامك عن الصعايده. طيب بس احنا مش صعايده. مطارد؟ لا. المقاطيع. يلا هات، يلا يلا هات، يلا. دندراوي دندراوي ايه يا جومي؟ يا لذيذ يا لذيذ. يلا هات.